صفحه فيلم مولانا على الفيسبوك نشر برومو جديد للفيلم، ظهر فيه الفنان عمرو سعد مع تعليق نصه طريق بدايته تشبه نهايته كتير، هو ده طريق الشيخ حاتم الشناوي. الفيلم بيشارك في بطولته الفنانه دره وصبري فواز ومجدي فكري ولطفي لبيب وريهام حجاج وبيومي فؤاد وفرح يوسف، هو من اخراج مجدي محمد علي. فيلم مولانا ماخوذ عن روايه للكاتب والاعلامي ابراهيم عيسى، واللي بيرصد فيها تطور حياه الشيخ حاتم واللي بيتحول لداعيه اسلامي ومشهور في كل وسائل الاعلام، وبيرتبط بعدد من العلاقات الغريبه والاحداث. الفيلم تهاجم بشكل كبير من عدد من الجهات، كان على راسهم الازهر الشريف اللي اعتبروا انه بيهين هيبه المشايخ، وكمان اعتبروا عدد كبير انه بيشكك في مصداقيه رجال الدين، بالرغم من ان الفيلم بيتكلم عن شخص ما كانش راجل دين اصلا وتحول لده عشان اغراءات تانية. فيلم مولانا اعتمد على صيغه مختلفه عن باقي فصول الروايه بالاتفاق مع الكاتب ابراهيم عيسى علشان يكون سهل تقديمها في صوره سينمائيه وتخفف كمان حده الهجوم على الفيلم ويقلل من انه يكون صادم بشكل كبير للجمهور. مولانا تم تأجيل عرضه أكتر من مرة، وده اللي دفع عدد كبير من متابعين الصفحة الخاصة بالفيلم على السوشيال ميديا بالسؤال عن ميعاد طرحه اللي لسه ما تحددش، بالرغم من أنه انتهى لكن هيشارك الفيلم في مهرجان دبي السينمائي.